يقول إذا سقطت ذبابة في كاس يجب أن تدخل للذبابة جناح الآخر يعني هذا مش منطق. هل تتصور بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن طريقة قضاء حاجته؟ يعني تخيل أبو هريرة، يعني هذا الذي طرده علي بن أبي طالب ونفاه من 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 المدينة وأرسله إلى البحرين، وكانوا وقتها كانوا يشكون في أنه يكذب، وهذا هو الذي أفسد الدين الإسلامي. هذا وجه من أوجه النخبة، بل هذا وجع من أوجه النخبة، الدكتور أمين الزاوي. بعيدا على أن صحيح البخاري ومسلم ليس تنزيلا، ولكنه اجتهاد عالمين شهد لهما جموع المسلمين بأنهما تحريا صدق ما استطاعا إلى ذلك سبيلا واجتهادا، وبعيدا على أن الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه ليس معصوما، ولكنه بشر يصيب ويخطئ، إلا أن الثابت في هجوم الروائي أمين الزاوي أن رأيه هو آخر شيء يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار أو يعتد به، لأن كاتب رواية شارع إبليس وما فعل بطل روايته تلك في القطار مع الشاب الفرنسي من شذوذ دليل على أن الزاوي لا يمكنه أن يصل حتى إلى مرتبة الطعن في أبي جهل وأبي لهب، فما بالك بالتشكيك في سيدنا أبي هريرة. فالزاوي الذي تأفف من حديث قضاء الحاجة نسي أنه وضع رواية كاملة وصف وصور فيها أدق التفاصيل المقيتة والإنحلالية والأخلاقية لمشهد شذوذ جنسي لا يكتبه إنسان سوي. لكن للأسف هذا هو حال النخبة وحال سيد الإنحلال الروائي، يتأفف من جناح ذبابة غمست في فنجان ويطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها في اللغة العربية، لكنه يعجز يتصنم حينما يواجه الأستاذ يحيى شريف إسماعيل، صنمه في مكانه بعد أن فضح أجندته الفرنسية الهوى والأهواء، فيما ظل الدكتور الزاوي صامتا أمام الحقائق الصادمة. حدث ذلك قبل أشهر. هذا راه الفرنسي رفدوه في السماء خاطرش لي اسكلاب ميم سون ليفري لي تيكري بار افيك لا لاند 200 متر اي ما افيك لو سون دو نو دو نو مور. ها قال لك اللغه العربيه هي السبب التخلف. عندما كانت الحضاره الاسلاميه كيف كانت الحضارة الغربية؟ هل كان وجود لها آدم؟ كل كتابات نتاعهم والانتقادات نتاعهم وهو للدين واللغة. هذم ناس يزون ان كومبلكس ان بروبليم سيكولوجي هنا. لله درك يا أستاذ شريف إسماعيل، لقد أبكمته وأبكمت الحداثة. الزاوي الذي لا تخرج كتاباته من شارع إبليس إلى رواية التيوس فرائحة الأنثى وحكايتها مع الرعشة لم يجد ما يقول مع هذا الأستاذ الفاهم جيدا للعبة الرعشة الفرنسية. المهم أن لعبة مهاجمة شارع الأنبياء بعد فشل مغامرة شارع إبليس لا زالت مستمرة في ساحة التيوس التي يقودها أمثال الزاوي، ويبقى ما يفضح الزاوي وأمثالها من نخبة أنهم تناسوا بل جبنوا أن يقولوا كلمة في حاضرهم وسلاطين حاضرهم، واكتفوا بممارسة بطولاتهم الوهمية ضد ثوابت الأمة في مقارعة مرة لمآثر الصحابة وأخرى للطعن في العبادات ذاتها. ولعلنا نذكر كلنا يوم تعاطف صاحب التيوس مع الخرفان التي تتعرض للإبادة بسبب أضحية العيد. النتيجة بمثل الزاوي هذا من نخبة مفلسة خرجت علينا نوعية الكائنات. هنا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا.